استاذ عماد قناوي رئيس شعبه المستوردين في اتحاد الغرف التجاريه، برحب بحضرتك معانا يا فندم. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. طيب انا دايما بس ببدا، لو انا غلطان في معلومه ارجو ان حضرتك تصححها. لا، هي رئيس شعبه المستوردين القاهره وعضو مجلس اداره غرفه القاهره. برحب بحضرتك دايما. طب بالنسبه للموضوع ده في اطار الشكل، في اطار الموضوع بقى، الى اي درجه دي امور، ايه السلع اللي هتتاثر بالسعر الجمركي ده؟ هو الاول نوصف القرار اصلا، هو زياده ايرادات وزاره الماليه من الجمارك والضرائب الجمركيه ل 10%. ايوه، ده بدايه وصف القرار. القرار ده بيتاثر بالاستيراد لمنتج تام، برضه نفصل القصه، اتفضل، ولمستلزم انتاج لمصنع، ده اللي بيتاثروا الاثنين. تعليقنا على القرار، هيحصل زياده في المنتج التام تصل الى من 7% ل 9% تقريبا. من 7% ل 9%، ليه بقى يا فندم؟ لان زياده يعني لو عملنا فاتوره مثلا هنعتبرها ب 100 دولار. تمام. كان قيمتها 1700 جنيه. تمام. بيبدا يحسب الرسوم على القيمه دي، اسمها القيمه اللي على 100 دولار الجمرك. فمثلا سلعه 60% جمرك، فهي اوريدي زادت 6%، لان في 10% اصلا في القيمه زادت. زادت في القيمه، زادت في القيمه، ما زادتش في النسبه. ما هي النسبه هتؤدي الى، انا بلخص لحضرتك، هي النسبه هتبقى 6% زياده فوري. تمام. تكلفه السلعه زادت 6%، وبعدين بدفع 14.5 قيمه مضافه، فبرضه كنت بدفعها على 17 جنيه، فهبدا ادفعها على 18.64، فبرضه زادت 10% لل 14.5، يعني يعتبر 1.5 تقريبا في الميه. طيب يعني حضرتك يعني طب. المنتج التام تصل الزياده من 7% ل 9%، ده اولا. مفهوم. للمستلزم الانتاج، انا بجيب مستلزم انتاج لمصنع موجود في مصر، المستلزم الانتاج تقريبا بيدفع جمرك 5% وبيدفع ضريبه مضافه 14.5%. دي موجوده على يعني كل حاجه، يعني هنعتبرهم الاثنين 20%. مثلا كان بيدفعهم على 17 جنيه، بقى المصنع في مصر بيدفعهم على 18.64، فالمنتج المحلي زاد 2%. المنتج المحلي، المنتج المحلي يزيد 2% والمستورد الكامل من 7 ل 9%. صح كده. صح؟ تعليقنا على القرار. اتفضل. ده غير الزيادات اللي كانت طرأت على مدى الشهر ونص اللي فاتوا. أو الشهرين اللي فاتوا. غير الزيادات، هي كلها زيادات بقرارات حكومية. ولكن احنا بقى عندنا ثقافة في مصر دوناً عن العالم كله أن الزيادة من التاجر. فالثقافة دي مش موجودة في العالم خالص. يعني الزيادة، فتلاقي المواطن موجه للحكومة انها تدعمه عشان الزيادة دي، ما بتروحش للتاجر خالص. عندنا احنا بقى في مصر ياخد الزيادة التاجر فيجي يطبقها، يبقى هو اللي عنده جشع او عنده تصرف خاطئ ونعمل عليه رقابة وهكذا. حتى ده لو صح مش موضوعنا، ولكن عايز اقول في النهاية دي زيادة ليس للتاجر اللي فيها شأن، ولا ومش هيكتسب منها. ما هو طيب، هنا بقى في نقطة مهمة. ببساطة يعني، ببساطة، هي الأسعار هتفضل تزيد، هتفضل تزيد لغاية لما بيقولوا في كلية الاقتصاد يحصل حاجة اسمها انهيار الطلب. التاجر كسب أو ما، صح ولا أنا غلطان؟ في حاجة اسمها انهيار الطلب بعد ما يحصل كساد وركود كامل بعد التضخم، ما يبقى أنا كنت هشتري غسالة مش هشتريها، خلاص مش هشتريها، انهيار الطلب. هي دلوقتي بعد كده هيضطر بقى التاجر بشكل او باخر باي طريقه يبقى عنده نوع من المرونه يصرف البضاعه دي، ولا انا غلطان؟ لا، المرونه، ما انا لو انا ببحث حل لحظي، اي اللي حضرتك بتقوله ممكن يحصل في لحظه، ما عندناش دي فيه مشكله، انما احنا لما بنتكلم على اقتصاد ما بنبصش، ما بنقباش وجهه نظرنا في اللحظه. مفهوم. ما هي اللحظة ممكن يبيعها بخسارة، برضه دي مش مشكلته. مفهوم. أو مش هتفيدني أنا كاقتصاد أو مستهلك. أنا النهاردة بشتري حاجة ابني على وش جواز فهيشتريها بعد سنة،
حفيدي هيشتري بعد كام سنة. فالقصة لما بتحصل اقتصاد ما بيبقاش نظرتها للحظة، هي اللحظة فيها أسعار زيادة، كلها قرارات حكومية مفيدة للدولة، مفيدة للدولة، إنما عندنا تحليل بسيط جدا. أنا بنتج منتج محلي، يعني أنا فتحت مصنع، أنا في الاستيراد. الاستيراد ده كان مثلا في القاهرة بس 80,000 شركة قبل 3/2016، النهاردة لا يتعدوا 10,000 شركة. فقرارات اللي بتحصل خلت في تحول من الاستيراد للتصنيع. ما هو ده يعني زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، انه في الاخر انا كمواطن هبدا اختار اللي في قدرتي او في امكانياتي، فهيبقى الاولويه بالنسبه لي دلوقتي هو المحلي مش المستورد. اهميه بالنسبه لي دلوقتي البوتاجاز اللي بيتم تجميعه في مصر، لانه لو في زياده هيبقى الزياده 2% مش 9% مثلا زي المنتج المستورد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عماد قناوي رئيس شعبه المستوردين، تحياتنا لحضرتك يا فندم.